بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الطريقة الافضل لاطعام القطط الايتام او اللي هم بدون ام؟ ممكن استعمل عبوة قطرة زي دي كده صغيرة ليها يعني حاجة تقدر ترضع بيها القطة الصغيرة زي كده، او اقدر اديها بسرنجة لبن، بديهولها بسرنجة بالشكل ده. ايه الافضل في الطريقتين، وايه المشاكل اللي واجهتني مع القطط اللي هي الايتام دي، واتصرفت معهم ازاي؟ اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بقول لحضراتكم كده، ازاي اقدر اطعم القطط اللي هي يتيمة الام مش معاها ام؟ طبعا انا تعبت في الاول خالص معاهم، لان طبعا القطط دي صغيرة جدا وبتحاول ترضع بصعوبة. هم كده ما شاء الله كبروا. يمكن نزلت فيديوهين قبل كده عن القطط دي اول ما وجدتها. شوفوا حضراتكم، مجرد باجي اعمل لها اكلها اللي هي العبوة بتاعت القطرة دي، عاملة زي الببرونة كده، بس هي مفضلة ليهم لان ليها بوز صغير كده بارز بيقدروا يستعملوه زي ما حضراتكم شايفين، كأنها بترضع من الام. فدي كانت طريقة كويسة جدا في البداية خالص. حاولت اطعمهم او ارضعهم بسرنجة بدون سن طبعا، زي ما كان في مقدمة الفيديو وهوري حضراتكم دلوقتي. لكن بصراحة الموضوع الافضل ان نلاقي اي طريقة لاطعام القطط دي. بصوا حضراتكم بترضع وهي منسجمة جدا جدا، العبوة دي مرنة شوية فيها مرونة كده، ممكن اضغط عليها فيوصل لها اللبن عن طريقها مرتاح شوية، وهي بتفضلها كأنها زي رضاعة الأم بالظبط بالنسبة لها، وبتبقى مستمتعة جدا في الوقت اللي هو زي كده. يعني بحاول بقدر الإمكان أسيطر عليها بقدر الإمكان، إن هي مثلا ما تتحركش أو كده، علشان تقدر ترضع وهي مرتاحة. طبعا السن بتاع العبوة دي ناشف شوية، لكن ما عنديش وسيلة تانية غير كده. حاولت اشوف مثلا حاجة طرية شوية، لكن لقيت ان الببرونة العادية بتاعت الاطفال او البيهات الصغيرة ما تنفعش، لان كبيرة شوية عليهم، لان دول صغيرين خالص، بقهم صغير يعني. دي السرنجة اللي حاولت ان انا اديها بيها اللبن او كده، لكن بصراحة صعبة جدا ومتعبة ليها للقطط، يعني ممكن بتعور او ممكن تجرح بقهم او حاجة. لكن انا حاولت بيها في البداية، ولما لقيتها مش ناجحة بما فيه الكفاية غيرت الوضع خالص، وبقيت اديهم اللبن بالاسلوب ده كده، بطريقه اللي هي الببرونه الصغيره دي، بيشربوا وهم مرتاحين ومبسوطين جدا زي ما حضراتكم شايفين، بيكونوا زي ما هم مستمتعين يعني، كانهم زي الاطفال كده وهم بيرضعوا. طبعا كمان بيظهر بالنسبة لي قد ايه هم اكتفوا او لا. طبعا ارضعهم عن طريق السرنجة ممكن ما بقدرش احدد كفاية هل هم خدوا كفايتهم او لا، فممكن اديهم بزيادة شوية. طبعا بيجي زيادات على بقهم كده، بمسح بحتة قماشة كده بسيطة بتكون طرية شوية او ناعمة شوية القماشة دي، علشان ما تجرحش وشهم. بحاول بقدر الامكان اديهم لكفايتهم وان هم يستكفوا من الاكل. هم طبعا بياخدوا كفايتهم و بيبعدوا نفسهم عن الاكل، فبعرف خلاص ان هم يعني استكفوا من الاكل يعني وكده. طبعا كل ما بيكبروا شوية كل ما اكلتهم بتزيد اكتر شوية، وكبروا ما شاء الله وبقوا زي ما حضراتكم شايفين كده كبار. دي الصغيرة شوية اللي هي ضعيفة شوية بس شقية جدا. شوفوا حضراتكم لما باجي ارضعها او اطعمها بالسرنجة تبقى صعبة جدا الامور، وبخاف عليهم بصراحة ان هم يعني تجرح بقهم او كده. لكن هي بتحاول يعني تتشقى كده او تبعد عن السرنج او حاجة. ممكن لما بتكون جعانة بتعمل كده، بتحاول
بتبقى زي ايه، عندها سرعه كبيره قوي، محتاجه الاكل بسرعه قوي يعني. لكن لما بديها بالقطاره دي او باللي هي بتاعت عبوه القطره دي، بتاكل وهي منسجمه ومرتاحه كويس. علشان كده انا قلت اعمل الفيديو ده عشان الناس بس ممكن تستفيد من الوضع ده، وتعرف ان لو في عندها قطه صغيره زي كده ممكن الارضاع بتاع القطط ده بالكيفيه دي، بكيفيه اللي هو العبوه مثلا بتاعت القطره دي، او بببرونه صغيره بتاعت الاطفال. لكن الببرونه مشكله ان هي مش هتقدر تاخدها ببقها، فهتبقى صعبه عليها شويه لان بقهم صغير جدا. وبصراحة يعني في صعوبة جدا لتوصيل الأكل ليهم، يعني لو وقع مثلا أي نقط من اللبن زيادة زي كده بمسحها عادي جدا يعني، ما فيش أي مشكلة. وملحوظة كمان إن لازم يكون قطعة القماش اللي بمسح بيها تكون يعني طرية شوية، مش خشنة أو ناعمة يعني بالنسبة للقطة عشان ما تجرحهاش. كمان في معلومة بقى عايز أقول للناس عليها، إن القطط دي لما بتاكل بتنام فترة كتيرة جدا جدا، يعني معظم وقتهم بيكونوا نايمين بعد الاكل على طول، بيحبوا يريحوا او يرتاحوا يعني، فبيناموا معظم الوقت. شوفوا حضراتكم بترضع وهي منسجمة شوية كده ومنظرها يعني براءة سبحان الله يعني. يعني اللي يلاقي حاجة زي كده، هم والله مش مرهقين يعني في تربيتهم او حاجة، بس انا بقول يعني ايه، دول لو كانوا مثلا في الشارع ما كانوش هيقدروا يعيشوا خالص، لان هم كده دلوقتي يعني بقالهم مثلا حوالي اسبوعين او ثلاثة عندي، بحاول بقدر الامكان يعني اوفر لهم يعني الراحة شوية. لكن طبعا لو كانوا في الشارع مين كان هيرضع او مين كان هيجيب اكل او يعمل، هم مش هيعرفوا ياكلوا اصلا، لان هم حتى الان بحاول اعلمهم او اعودهم ان هم ياكلوا لوحدهم، حتى احط لهم اللبن في اي حاجة كده، لكن مش بيعرفوا لان هم لسه صغيرين ما يقدروش يعتمدوا على نفسهم حتى في الاكل. فبقول للناس يعني اللي يلاقي حاجة زي كده يساعدها، علشان برضو حرام علينا، وحاجة برضو اللي هي يعني ايه بتشغل الناس والله، وبتكون حاجة كده بتدي هدوء نفس وراحة وطمأنينة كده للإنسان ما بيعمل مثلا عمل خير او كده. انا بحب بس ان انا انشر الفيديو على اساس الناس ممكن حد يقدر يستفيد مثلا بحاجة، لان انا طبعا ما كنتش اعرف عن الحاجات دي حاجة خالص يعني. كان مثلا كان عندي قبل كده قطط، لكن كانوا كبار بياكلوا اكل وكده، لكن طبعا هم بالنسبة لدول مش بيعرفوا ياكلوا لوحدهم. فبقول يعني الناس تحاول بقدر امكانها لو لقوا حاجة زي كده يقدروا يساعدوهم او يقدموا لهم المساعدة، وكل ده لوجه الله سبحانه وتعالى. ارجو ان الفيديو يفيد الناس باي معلومة، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.